أنا الحقيقة مستمتعة، واسمح لي وحضرتك بتسرد لنا يعني هذه التجارب. يمكن وحضرتك تتكلم عن الفنان العراقي، عيني على طول لازم تشهد هذا المشهد من النقوش على الحجر بهذه الطريقة وهذه المقاسات. يعني كان الفنان العراقي ينقش على هذا الحجر بعلم ودراسة وتاريخ ودراسة مقاسات، يعني فيها هندسة معمارية مع فن تشكيلي. يعني هل هذه التجارب الحقيقية من حولنا إزاي تم الاستفادة منها وحضرتك بتكمل في المناطق العربية وبلداننا العربية المختلفة؟ ما بشك نشوف انه هنا المدرسه البغداديه في العماره لها خصوصيتها. لو تشوفون جامع مرجان وبعض المساجد قريبه من شارع الرشيد تشوفون نفس الطراز نفس الابواب. والمدرسه المستنصريه ما بشك هذه إلها قواعدها وإلها يعني المختصين بها، وكانوا يضعون دراسة مو عفوائي، يعني مو هذا مو فنان بدائي مو بناء بدائي، وإنما عن دراسة عن دراسة وعن تأثير وعن وكلها حسابات. نشوف هسه هذه الزخرفة ضمن حسابات هندسية دقيقة، مو بهذه السهولة تجي لو ما كان هناك واضح جدا مخطط تطابق في كل ركن، وكأنه يعني أخذ الحجر يعني أقام المسألة ثم أعاده مكانه، فكان التطابق يعني غير طبيعي. هذه يشتغلوها قطع قطع صغيرة ينحتوها من الطابوق، يعني ينجرون الطابوق وينحتون به قطع قطع وبعدين يجمعوها بعدين تتجمع. يعني هاي الأقواس تتجمع بعد أن يعملون المفردات مالتها ويجمعوها تصير هاي الصيغة، تصير الأقواس والقباب وكل هالشيء. يعني نتيجة دراسة واعية ومن يعني مجموعة دراسات، مو دراسة واحدة، مجموعة دراسات إلى أن توصل لهذا. يعني تجارب عندهم عالية الدقة، ولذلك اجت هذا الـ يعني البناء اجى بهذا الشكل المميز اللي ما إلى شبيه. نشوف بالشرق وخاصة إيران وتركيا فيها كثير من المساجد والأبنية الجميلة جدا، ولكن الطابع المغولي يأثر عليها أكثر من الطابع الإسلامي. والطابع المغولي أيضا إسلامي، يعني نشوف هسه مثلا في الهند مثلا هذا القبر متأثرين به، يعني المغولين هم اشتغلوا، المغول اشتغلوا الفنان المغولي.